بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. على بركة الله سبحانه وتعالى افتتح جامعة الكفيل هذا اليوم المركز الإرشادي لمساعدة الطلبة في التقديم على الكليات والجامعات الأهلية، وحسب ما موجود في دليل التي أعلنتها وزارة التعليم العالي وحسب الضوابط الموجودة في وزارة التعليم العالي. هذه الخطوة تأتي من أجل مساعدة الطلبة على التقديم إلكترونيا، كون التقديم لهذا العام هو إلكترونيا في كل تفاصيله. دوام نحن راح يكون إن شاء الله من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء من كل يوم. جامعة الكفيل تحتوي على كلية طب الأسنان، على كلية الصيدلة، وعلى كلية التقنيات الطبية والصحية، وعلى كلية التقنيات الهندسية، بالإضافة إلى كلية القانون.